يعني احنا هون جايين لنشتغل بسبب الاحداث والاوضاع المزريه اللي عندنا ببلدنا. تكلفه الاقامه عاليه، يعني 30 ورقه 35 ورقه، يعني مو مبلغ سهل على كشخص سوري مغترب. يعني بالنسبة للشعب العراقي شعب كلش طيب، هو مفضل وجود السوريين بهذا البلد. أنا اسمي آية قسوم من سوريا، بشتغل بهذا اللوندري من سنتين. الوضع الصعب اللي هناك، يعني المعيشة صعبة والأوضاع بشكل عام على الكل يعني ما أنا تمام. لا الحمد لله، يعني ما شفت شيء سيء أبداً من الشعب هون بلدنا الثاني. شو من الحمايات القانونية اللي تحميكم أنتم من الاستغلال أو الإساءة؟ طبعاً إذا صار، أنا ما تعرضت لهذا الموقف أبداً. بس إذا صار يعني لا سمح الله أكيد رح ألجأ للحكومة. يعني إقامة شلون شفتيها؟ غالية شوي. قام أبو المحل يجيب يعني عامل أجنبي، كانت بدل ما تجيب عامل أجنبي إحنا أولى من عنده، صح ولا لا؟ يقول لك الباكستاني أولى، يعني يشتغل ساعات إضافية أحسن من العامل العراقي. بالعكس انت شوف اللي محتاج يشتغل هسه لو من الصبح لليل يدق. والله احنا نفضل العمال العراقيين احسن شيء. العامل العراقي اريح من الاجنبي، يكمل شغله يكمل اموره ويروح، يعني ما لك علاقه، بس الاجنبي لازم تلتزمه وتحمل مسؤوليته. جاي ادور على عمل، صار لي تقريبا سنه بدون عمل، فما جاي احصل، يعني جاي يفضلون الاجنبي احسن من عندي، يقبل بمبلغ بسيط. يعني احنا وضعنا هنا انا بالبصره تعرف الدولار صاعد، يشتغل باقل سعر واكثر مده. عماله اول ما اجوا يقدموا خدمات، بس هم همينات بنفس الوقت زاحموا العمال العراقيين والبصراويين، يعني اخذوا اماكنهم. ناهيك عن انه العمال اليوم علمناهم عن الغش وعلى الرشا، العمال اللي دا يشتغلون محطات البنزين، يعني ماكو عامل اجنبي اذا ما يطلب عليك فلوس هم ياخذ جزء من المبلغ وهمين يستقطع جزء من البنزين. صار لي مده 7 شهور والله بسبب الوضع المعيشه عندنا وعسكريتنا كثير يعني عالي ورواتب كثير هواي ضعيفه يعني. ايه طبعا احنا هنا بالشغل بالعراق و رواتب شوي منيحة، نحسن الوضع شوي، سد ديوننا ونرجع لبلدنا. عدنا سنتين زمان نرجع لبلد. هلأ كشعب شعب رافي جدا وتعامله كلش زين يعني، والحمد لله مناح مناح أخواننا العراقيين، ولكن عندنا صعوبة من يم الإقامات. تكلفة الإقامة جدا عالية، تقريبا 33 ورقة الإقامة السنوية، والخمس سنين متعددة تكلف ما تقريبا 50 ورقة.